لا لا لا، هالمرة موضوع محسوم نهائيا. لا تقول لي نو. هالمرة غير كل مرة، هالمرة طلب فروج مش بدك تجي. ليك اسمع، شكلها انت شركة عندك عم تقطش. يا عيني عليك، جبت لك فروج مشوي مع سرفيسو، شي بيعجبك منيح يعني. توصالي فيه توصاي. نعم، لما سمع فروج مشوي صار بيقدر يجي. خرب بيتك من حالك. ايوه، ما حالخط انا يعني بتقدر تجي. ايه ميت اهلا وسهلا. وحارة الوفاة والدفن بدك تروح عليه؟ ايوه، ما بدك تخجلني. يا سيدي الله يكثر خيرك، ماشي بانتظارك اليوم على هنا. اهلا وسهلا، ميت سلامة. ليك انا بعدي لعندك المحل وباخذك بسيارة. تمام، باخذك طريق. يلا اوكي، يلا سلام. تمام. ام عبادة، ولك يلا جيت. العين تطرقك انت واخوك، شكله اعتذر. مو لا تقولي رجع اعتذر. ايه والله بالبداية اعتذر، بعدين لما سمع عزيمة فروج مشوي كان بده يسكر المكالمة بوشي ويجي مباشرة. لما بقولكم انتو عيلة فجعانة ما بتصدقون. قريضة طفله. ولك والله بتذكر هون كان وين راح الشاحن، والله بايدي حطيته هون. وين حطيت قصدي انا؟ ولك الطا ابن حلال، والله ابن حلال. هاي كنت عم ادور على شاحن، هاي شاحنه شوي عبادة شحن في لوك ما لاقي شاحني. لا ما حذرتي، حطوا تليفونك وروحي دوري على شاحني. اي نايم شلتي انا، وين وصلي؟ ولك هاتوا بس ثواني، بس هون بدي اقلع تليفوني. جبتوا على الشاحن وبعطيك رايك فورا. ولا حطي من ايدك وروحي دوري على الشاحن، احسن ما تضيع وقت على الفاضي. هيك لك بسيطة يا ابو بريس، انا بفرجيك. على فكرة امي لسه ما درت مين كسرت طعم الفنيجين الجداد. ها يعني ممكن صوت واحد بس قده امي ما بتعرف تعمل معك. بالله شو عم تحدديني يعني؟ اعمل اللي بدك اياه، ما في شاحن. لا حول ولا قوه. شبك خدوج؟ اشحن امي، هذا ابنك ابو بريس. روحي خدوج كانت عم تدور على شاحن. ليش ما عم تقولي الله يسامحك ولا وين شاحن؟ تفضلي هات، ما بتجوا غير بالعين الحمراء. ولو انت ايش بدك مني؟ ايش عم تصرخي ليه جبتيني؟ امي كنت اسالك شلونك؟ منيحه ان شاء الله، مالك مرضاني؟ منيحه يعني جبتيني هلا من هنيك لهون عشان تساليني شلونك؟ بدل ما تقومي تساعديني بالعزيمه اللي جاي لعندك. تسلم ايدك، كان بدي اياها من الاول. هيك شاحن يا هون، بدك شاحن لسه. وين يا عبادة؟ وينك لهلا؟ ولك يخرب بيت العش ضايع، ما كان تخلص الساعة 10 دقايق. ولك عيب يقوم الزلمة عم يستناك، مو تقول اخوك استناك بدي اجي اغير. شو؟ اخذت السيارة على التصليح؟ ولك هلا وقت التصليح؟ ولك انا ميكانيكي وانا مخبرين؟ واخوك؟ يعني شو؟ اخذت اخوك معك عم صليح؟ يعني وقت عزمته اخذته معك عم صليح؟ تعبتوا مجانين انتو؟ تصطفلوا، على كل الاحوال الاكل جاهز، انا الطبشه ما يبرد. تمام. كل الاحوال انا رايح اخذ قطعه 5 دقائق. انا رايح انام او بدوش، بس تجي انت فيقني. يلا اوكي. سلام. تفضل يا سلام، تفضل. ولك تفضل ابن الحلال، تفضل. شو بك اجدان؟ سلامة تفضل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بكره رأيتين بس ما غسل ايدي ووشي من غبرة التصليح وجايك مباشرة. دقيقة. ام عبادة خلصيني، الاكل جاهز، اخوي جوا. وينه؟ ما شفته. جوا بالصالون. روحي انت وقت ما غسل وشي واجي. روحي. اصلا 15 واحد اشتغلوا شهر عزيمة. اهلا وسهلا يا ميت السلامة. اهلا وسهلا، شرفتني. يلا ضيق اكون اكل جاهز. يوم يا حي الله ام عبادة، كلك ذوق. اهلا ام عبادة، شلونك؟ شخبارك؟ اهلا يا عبد حسين، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، خير ان شاء الله، بشوفك عنا ان شاء الله ما في شيء. بيرضيك يا ام عبادة، انا عبد حسين جار ابو عبادة من 30 سنة. على مرة معه قبل الحلوة وعلى طول انا وياه ايد بايد. ما يجي على باله نهار يعزمني واخوه مباشرة يعزمه على فروج مشوي بيرضيك يا الحكي. لا ما معه حق منه والله يا عبد حسين،
ميت السلامة. طول عمرك همك كرشك. تكلم عينكم. بس لقد تحسين فرد برا صارت وصارت. يلا ضيابكم لك الجاهز. يا سيدي غبرة التفضيح ما وراها. شو بكون يا جماعة؟ ليش عم تصفنوا بعسنوني؟ تفضلوا يا جماعة مدوا ايديكم ام عبالة. افتحي مدوا ايديكم يلا فاروج ما بتاكل بيرد الله يسامحي. شو بكون؟ كلوا يا جماعة والله توصالي في اكل نظيف يعني تضلوا. شو بكون يا جماعة؟ الأكل ما عجبكم يعني؟ والله نقطوا توصالي فيهم يعني أكله طيب مو؟ طيب؟ إيه والله شي طيب خصوصي العظام اللي بقيانين بالصفات يعني هالعظام لو بقيان عليهم شوية لحم كانوا طلعوا أطيب ما هيك؟ معلم أنت هلا حسب خبرتك يعني هلا هي العظمة لشو كانت؟ عظمة لشو؟ لك شلون وقيمة وكيف حدا يفهمني شيء صار شلون هيك انا كنت عارفانه من اول مره والله من اول عارفانه مطبخنا ملبوس بالجن وغيره لحظه بس عبادة خدوج وينهم صوتهم ما طلع منهم اكيد انا مصيبه من ورا راسهم انا متاكده من ورا راسهم انا متاكده صح وين الحقيرين وبعدك مو مشكلة يعني هو أكل الواحد هاي بيحكي بالأكل مو مشكلة أكل مو اتركنا أنت بالله هيك خمس دقايق لحالنا بس طولي بالك إيش رح تعملي أنت قلت أكل إيش رح أعمل ما رح أعمل شيء بس هن أكلوا كتير وصار لازم يهضموا بقى طولوا بالكم هدية لو عبادة شو بالك رح تفك كلمة مثل ما قالت لازم يهضموا وأنتي والله رح أحرقلك شعرك على الصفر والله وأنتي روح على البراد دبلها عشان سندويش التبني ولا سندويش تشيش عليك كده والله ربي فيكم رود سود والله روح انا ما عاد قادر من هون ايش بدكم تعملوا قولي داخلكم بطني راح يطرقوني راح اطلع بروحكم لا والله انا ابلغ ابو عباده